محمد قيري مسؤول تقني ديال الزراعه الكبرى. برنامج تكامل الفلاح اللي هو برنامج ديال تجميع الحبوب في منطقه الغرب اللي كيعتمد على تمويل الفلاح والتأطير ديالو طيله الموسم، وكذلك كيساهم في تسويق المنتوجات ديالو باحسن الاثمنه. في المرحله الاولى في اطار برنامج تكامل كنديروا واحد الخرجه ميدانيه للفدان ديال الفلاح، كنديروا لي زاناليز باش كنعرفوا المكونات ديال التربه ديالو باش ننصحوا بالمواد المستعمله لي زونغري اللي هي معتمده. في المرحله الثانيه كنقوموا بالتمويل ديالو بالبذور المختاره من طرف شركه مختصه لتسويق البذور ذات الجوده العاليه. كذلك كيتم مواكبه الفلاح بالتأطير ديالو من طرف برنامج تكامل، وبزيارات ميدانيه لتشخيص الافات الزراعيه اللي كيلقاف مع الفلاح المشكل، وكذلك للترشيد لاستعمال المبيدات والاسمده المعقلنه. يتم توفير محطات طقس للفلاح باش يمكن ليه يتبع نسبه التساقطات ودرجه الحراره ديالو طيله الموسم، وكذلك كيمكن برنامج تكامل من توفير المعدات الفلاحيه ذات تكنولوجيا عاليه باش يواكب التكنولوجيا الحديثه وباش يحقق معدلات ديال الانتاج عاليه من حيث الجوده والكميه. من التحديات الكبرى اللي كيعيشها منتجي الحبوب هو التسويق ديال الانتاج ديالهم، لذلك برنامج تكامل جاء باش يضمن للفلاح بيع المنتوج ديالو بثمن مناسب.